متى يباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع، وما هي مفسدات الصوم عموما؟ يجوز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما من إضرار الصيام بالولدين، لأنه يمكن أن الصيام يضعف الغذاء الذي يتغذى به الولد في بطن أمه، فإذا كان الأمر كذلك فلها أن تفطر وأن تقضي من أيام أخرى وتطعم مع القضاء. أو خافت على نفسها، خافت المرضع والحامل على نفسها من الصيام، أنها لا تستطيع الصيام وهي حامل أو لا تستطيع الصيام وهي مرضع لضعف في نفسها، فهذه تفطر وتقضي من أيام أخرى وليس عليها إطعام. إذا خافت على نفسها فعليها القضاء فقط، إذا خافت على ولدها فقط ولم تخف على نفسها فعليها القضاء والإطعام. هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع، متى يفطران. نعم، هل يقاس على الحامل إذا خافت على ولدها، هل يقاس عليها من أفطر مثلا لإنقاذ غيره، يعني بأن يقضي وعليه أيضا يطعم؟ نعم، يجوز للإنسان أن يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة. نعم، إذا استدعى الأمر أن يفطر ولا يتمكن من إنقاذ غيره من المهلكة إلا بالإفطار، فله أن يفطر ويقضي. ومع الكفارة؟ نعم، يكفر أيضا، يعني يطعم مع القضاء. ما الكفارة فلا أجزم فيها بشيء، لكن القضاء عليه أن يقضي. نعم نعم، بقية السؤال تقول هل يجوز أن، أو ما هي مفسدات الصوم عموما؟ مفسدات الصوم منها الأكل والشرب متعمدا، ومنها الجماع، ومنها الإنزال، ومنها أيضا أن يدخل إلى جوفه شيئا يصل إلى الجوف كالقطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف. إذا استعمل القطرة السائلة في الأنف أو في العين أو في الأذن ووصلت إلى حلقه فهذا يفطر، لأنه أدخل إلى جوفه سائلا متعمدا. كذلك أخذ الإبر المغذية، إذا أخذ الصائم إبرا مغذية فإنه يفطر بذلك، لأن الإبر تقوم مقام الغذاء فيفطر بها. وكذلك من مفطرات الصائم الحجامة والفصق، خروج الدم الكثير بالحجامة أو بالفصق، أيضا يفطر الصائم على الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذه الأمور التي تحضرني مما يفطر الصائم. وكذلك الحيض والنفاس، هذا مما يفطر الحائض ويحرم عليها الصيام حال حيضها وحال نفاسها. نعم، والاستقاء كذلك. نعم، الاستقاء إذا تعمل الإنسان الاستفراغ حتى تقيأ فهذا أيضا يفطر، أما لو قاء من دون تعمد انغلبه القيء فإنه لا يفطر بذلك. كذلك لو أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر بذلك. نعم، الخروج الدمي من الإنسان رغما عنه نتيجة حادث مثلا أو قطع أو شيء، هل يفسد عليه صومه أم لا؟ لا يفسد عليه صومه إذا خرج منه دم بغير اختياره، مثلا لو انجرح. نعم، وخرج منه دم أو خرج منه رعاف، هذا لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد. حتى لو كان كثيرا؟ حتى ولو كان كثيرا لا يفطر بذلك. نعم، إنما الذي يفطر هو المحتجم والفصاد الذي لأنه تعمد إخراج الدم يفطر بذلك، ولورود الحديث في الحاجم في المحتجم. هل يقاس على هذا التعمد، هل يقاس عليه التبرع بالدم في نهار رمضان؟ نعم، إذا كان الدم كثيرا. نعم، تبرع بدم وسحب منه دم كثير فإنه يفطر بذلك، لأنه مثل الحجامة. نعم، لأنه مثل الحجامة. نعم.